السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم بقى فيديو تاني ان شاء الله، وده الجزء التاني من فرش شقة العروسة. طبعا انا قبل كده في فيديو اللي قبل كده كنت فرشت اوضه الاطفال ورصيت طبعا الدولاب، ومعايا دلوقتي ان انا هبدأ ارتب اوضه النوم، وطبعا الدولاب هرص الهدوم بتاعة العروسة من كله، اللي هي من المفارش، من الفوط سوري، لحد البيجامات والعبايات والاندرا، الحاجات الداخلية والحاجات دي كلها. فطبعا نسمي بسم الله. انا طبعا فرشت الدولاب عندي، المفارش بتاعتي على الارفف، ومسحت الدولاب كويس ومسحت الارفف، وبعدين فرشت المفارش، قصيت المفارش على قد الارفف بتاعتي. بعد كده هجيب عندي الهدوم. طبعا انا هبدأ اساوي عندي الحاجات، هي ما شاء الله جايبه شنط كتير من الهدوم، فانا فرحت شنطة شنطة عندي من الهدوم بتاعتها علشان ابدأ ارص واحدة واحدة. طبعا اللي انتوا شايفينه دلوقتي انا بدأت افتح اللانجريهات والاطقم البيجامات، اللي هي الحمالات والبرمودات، واللي هي القط وكل حاجة يعني. طبعا هبدأ اساوي عندي كل حاجة لوحدها، يعني اللانجريهات لوحدها والبيجامات الكاملة لوحدها والبرمودة لوحدها وكل حاجة يعني. تمام، فأنا طبعا فتحتهم كلهم، وبعد كده هبدأ أرصهم عندي علشان أبدأ أساوي كل رفة يكون فيه حاجة معينة. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله هي جايبة شنطة كاملة كبيرة من اللانجريهات والبيجامات البيتي والقمصان الشقة والحاجات دي كلها. فطبعا انا بدأت ارص كل حاجة لوحدها علشان تبقى سهلة معايا لما اجي اطبق او افرش عندي الدولاب. ما شاء الله بصراحة كمية، انا ما فرشتش كل الحاجات دي، انا عندي ما شاء الله الدولاب كان مليان هدوم بطريقة فظيعة. هي ما شاء الله كانت جايبة هدوم كتير، فانا حبيت اشوف الحاجات اللي هي الفواتح، اللي هي مثلا دي عروسة هتلبسها، فحبيت افرشها، وبعدين الحاجات الغوامق يعني اللي في منها مثلا لونين زي بعض كنت باخد اللون الاحلى او مثلا التفصيلة الحلوة، وبعدين اسيب النوعية التانية اركنها على جنب واقعنها. طبعا زي ما انتم شايفين دلوقتي انا خدت البيجامات الاول اهيا علشان ابدأ اطبقها عندي. ما شاء الله البيجامة دي كانت لونها جميل جدا، طبعا هي داخله في الصيف، فما شاء الله كان معظم الهدوم بتاعتها كلها صيفي. التطبيقه بتاعتي سهله جدا، شفتوا تطبيقه البنطلون سهله جدا خالص، مش هتاخد منك وقت ولا اي حاجه. لو انت طبعا هترصي دولابك او انت هترصي دولاب عروسه ولا حاجه، التطبيقه سهله خالص جدا. رصيت طبقت البنطلون وبعدين طبقت البادي بتاعي، لاني مثلا اللي هي التتريز او الاسترس اللي على البادي حبيت ازيره عشان لما اجي ارص عندي البيجامات تبقى الحاجات دي ظاهره عندي في الدولاب. التطبيقه دي كانت سهله جدا بالنسبه لي، انا حبيت اطبق كل البيجامات بنفس تطبيقه واحده علشان يبقى عندي الدولاب مرتب، او الرف اللي انا هرص عليه البيجامات يكون عندي مترتب. تمام، عندي البنطلون اهو فيه اللي هو رجل ساده ورجل مرسوم عليها رسومات، فانا حبيت ادير الساده تحت والرسومات تبقى فوق. بعد كده هجيب البادي بتاعي برضو وهقلبه على الوش وهحط واطبقه تطبيقتين من الجهه ومن الجهه، وبعدين احط البنطلون في النص واطبق زي ما انتم شايفين كده برضو عشان الرسمه اللي عليه تكون ظاهره وانا برص البيجامات بتاعتي. هكمل طبعا البيجامات كلها دي بنفس الطريقه، اللي هي البناطيل لوحدها والبرمودات لوحدها، طبعا هي ايه. تمام، ما شاء الله البيجامات كلها كانت تحفه، الوانها ما شاء الله جميله جدا، ده الوان عريض فعلا مش الوان خالص، كانت كلها الوان تحفه ما شاء الله، كانت كده من انواع البيجامات كلها جميله. دي برضه هي عليها فلوكه، حبيت اطبقها نص الفلوكه بتاعتها. بعد ما طبقت البيجامات كلها عندي واركنه على جنب، وبعدين الصيفي ابدا اعمل زي ما انتم شايفين الارفف بتاعتي كلها انا فرشتها هي مفرش ابيض. هنا عندي الكرتونه دي بتاعتي، انا استخدمت الكرتونه
سهلة جدا في الشطور. هي ما شاء الله كانت جايبة برضو معدي بعض الطرح، بس للأسف أنا قعدت أدور عليها ما لقيتهاش إلا في الآخر، إلا بعد ما رصيت عندي الكابوريا دي بتاعت فوق محمية جدا. رصيت فيها الطرح علشان هي كانت جايبة طرح كتير أوي، فما كانتش هتاخد أماكن. كان في درج تحت، بس الدرج تحت حب هما طبعا عايزين سهل جدا وشكله حلو جدا جدا. كان كل اللي واقفين يتفرجوا يعني يشوفوا انا بعمل الارنوب ازاي. ده عمل الارنوب طبعا على شكل وهو نايم يعني، ودي الرجلين اهي. انا هجيب برضو استيك واقوم جايه ماسكه رجلين في الجسم من فوق، وبعدين هجيب الدبابيس الصغيرة. كنت طالبة برضو للأسف دبابيس كبيرة عشان تظهر عندي العينين لما اعملها في اشكال الوز او الارنوب، فطبعا استخدمت دبابيس صغيرة. وطبعا اللي هو الشريط الزينة ده بعمله زي شكل فيونكة كده من الجنب عشان يدي منظر عندي. انا كنت رصيت الشتوي فوق، وبعدين رصيت الفوط تحت في الرف الوسطاني، وبعد كده هنا البيجامات اللي هي الصيفي. وعملت هنا وزتين شكل بعض بالفوط، وبرده هنا لفيت الفوط عندي بعد ما طبقتهم في اللي هو شريط الزينة. بعد كده هاجي عندي للتسريح. ما شاء الله برضو انا مش قادرة اقول بصراحة، انا في حاجات ما كنتش متوقعها ان هي تيجي بالشكل ده يعني. كانت جايبة ما شاء الله كمية من المكياجات رهيبة، والبرفانات برضو. هنا كان عندي اختي طبعا قلت لها فتحي كله على الارض علشان ابدأ اشوف اللي انا هيترصي على التسريحة احطه، واللي يعني اللي ملوش لازمة استخدام دلوقتي ممكن يتعانى عندي في الأرفف. طبعا مسحت التسريحة بتاعتي كويس بالمراية بالإزاز بتاع التسريحة، وبعدين بدأت أجيب مفرش يليق على دهان التسريحة، وقمت جاية فرشاه. بعد كده قسمت التسريحة نصين، النص اليمين للعروسة والنص الشمال للعريس، إن أنا أرص فيه الكريمات، خلاص الكريمات والبرفانات والروج والحاجات اللي هي بتاعت المكياجات اللي العروسه هتستخدمها. ان شاء الله كذا نوع من الروج، الوانات جميله جدا وتحفه. انا كده بشوف حتى العروسه اركنها على جنب، وحتى العريس احطها في الجنب التاني، دي يعني اللي هي تقريبا
معطر للجسم بودر، ممكن تفتح كله عشان اشوف ايه الحاجات اللي هتبقى مستعية والحاجات اللي هتطلع تانية. طبعا بختار رجالي اللي فاتت دي بخمارية دي انا برضو هنا الام الكحل برضو والتحديد ده الشمع بتاع الجسم، وفي نوع تاني شمع بتاع الوش، ده شمع بتاع الوش هو ده بتاع الجسم، وده روسية مجهتين، الجهة اللي هي رفيعة وجهة تخينة، هي ألم رفيع وألم الجهة دي تخينة. أنا بصراحة ودي صابونة طبعا، أنا بصراحة كنت بحب صابونة جدا، يعني أنا كنت بفتح كل حاجة عشان أشوف إيه في حاجة ينفع تتحط على التسريحة وحاجات إيه ممكن عينها تبقى يعني الفيروزي. فيروزي بصراحة فيروزي غامق بس لونه كان جميل جدا، بس للأسف ما كانش ماشي مع الدهان ولا مع دهان السرير ولا دهان الأوضة، فده أكتر لون لقيته مناسب لدهان وأكتر حاجة يليق مع السرير. أنا كده كده هفرش مفرش عروسة، فعشان كده ده أكتر حاجة لقيته متاح يعني مع السرير ففرشته. المرتبة كانت فايبر، والمخدات المخدة الكبيرة دي كانت فايبر برضو، والخداديات الصغيرة برضو كانت فايبر. بعد ما فرشت السرير بتاعي هون وفرشت الملايات والمخدات، طلعت بقى المفرش السرير هون اللي هو الزينة بتاع ليلة الدخلة. هي بصراحة كانت جايبة اتنين والاتنين شبه بعض، يعني ما كانتش جايبة القطة الأطفال وكانت جايبة القطة النوم، والاتنين كانوا شبه بعض في كرتونة واحدة، بس ما شاء الله كان لونه حلو، هو ابيض مش اللي هو اللون السمني ده، هو كان ابيض للاسف، انا مش عارفه ابيض ولا سمني، بس هو كان ابيض على ما اظن يعني. بعد كده ما فرشت السرير اهون، هبدا بقى ادخل مخده عشان ما تظهرش عندي من الجهه دي، وهبدا برضو الخدديات اللي هي الصغيره دي، كان ليها الخداديه المخده الكبيره ما كانش ليها ملايه نفس المفرش، الخداديات الصغيره بس هي اللي كان ليها مفارش فحطيتهم فيها، اما الكبيره داريتها تحت في المفرش عشان ما كانتش ليها. هدخلهم عندي هما في المفارش بتاعتهم او في المليات بتاعتهم، انا بصراحه بشكر اختي الكبيره ام نصره، هي بصراحه ساعدتني كتير وكانت بتستعجلني بطريقه يعني فظيعه، رغم ما التصوير ده بيعوز وقت هي كانت بتستعجلني يعني كتر خيرها بصراحه، تعبت معايا هي بتقفل السوسته، هي بقولها بالراحه بتقفلي على المخد. ده كان انا فرشت كده كان قبل الدخله بيوم، رجعت يوم الدخله غيرت المخدات دي حطيتهم كده فوق عند المخده الكبيره، وبدات اجيب وكنت موصيه برضو على ورد ان انا افرشه على شكل قلب كده على المفرش،
بس الحمد لله ما جاش اللي هو الورد اللي هو المجفف ده، اجالي الورد اللي هو الطبيعي، فكانوا حاطينه في التلاجة من بالليل. وبعدين ان شاء الله تاني يوم، يوم الفرح، جيت رحت بقى غيرت النظام ده تاني ورجعت عملت ايه الورد على شكل قلب كده. السرير بتاعي خلص اهو، والدولاب ما شاء الله شفت لونه جميل جدا، مع التسريحة منسقة جدا جدا بصراحة. هي عجبتني، بسيطة جدا وراقية جدا وهادية خالص. بعد كده اخش بقى عندي على اوضة الركنة، هوريكم بعد ما فرشتها برضو. السجادة دي هي كانت ما كانتش اخده قوي مع الركنة، بس كان في سجادة تانية بس كانت متطبقة، فانا معرفتش افرشها. فهما بعد الفرح فرشوا اللي السجادة اللي هي بتاعت اوضة الركنة، وشالوا السجادة اللي انا كنت حطاها دي. ما شاء الله برضو الركنة مع الستاير الوانها جامدة جدا، وابني ما شاء الله كنت ما اجي اصور الناحية دي يجي ورايا، اصور الناحية دي يجي ورايا. اتمنى الفيديو بتاعي يعجبكم بقى، ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس الكل، عشان كل ما نزل فيديو والاشعار بيه. واللايك يا جماعة ما تنسوش، اهم حاجة اللايك، اهم حاجة اللايك. ما شاء الله بصراحة انا ما كنتش متخيلة العفش هيبقى جميل جدا. هم عاملين ما شاء الله العفش عمولة، وكان العفش مع الدهان كان منسق جدا جدا مع الستاير برضو، رغم ان في الشقة دي تعبت فيها كتير. يعني انا فرشتها قبل يوم المطبخ ورجعت فرشتها تاني قبل الفرح بيوم، عشان ما كانوش رتبوا ركبوا الستاير، فرجعت لما ركبوا الستاير بهدلوا كل اللي انا عملته، فالحمد لله رجعت رتبتها من كده. مع السلامة بقى في فيديو جديد، اتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنسوش بقى اللايك يا جماعة. مع السلامة.